هي هالهجمة العسكرية يوقف الطرقات كلها، ينسكرت لا ضل لا بيعة لا شرية لا كذا. يعني أنا مثلا كان عندي أول بجو 12-13 عامل، ثلاثة دولاب شغالة كلها، ما ضل غير فرد دولاب. وفي أيام وقفنا فيها ما اشتغلنا نهائيا. هاي الحرفة موجودة بأرمناز من 3000 سنة على زمان الرومان يعني، وظلت لهلأ يعني الحمد لله رب العالمين. اندسرت شوي، ردت عاشت، ماتت ردت عاشت المصلحة هاي، ولحد هلأ الحمد لله رب العالمين مستمرين فيها. وشوف عينك يعني هالمكانات هي كلها واقفه بسبب ما في طرقات ولا في العمال. كان عندنا 12 عامل، اليوم ما في الا المعلم نفسه هو اللي بيرك بعد ثلاث دواليب، كان شغل ثلاث دواليب و12 عامل، اليوم هو في ذاته عم بيشتغل العامل وصانعه بس معه شي بابة معيشه، ويلا اذا ما يطلع مكسور كمان يعني.